نبيه صلى الله عليه وسلم، فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. فكانوا رضوان الله عليهم أصدق الناس إيمانا، وأكثرهم علما، وأدقهم فهما، وأحسنهم عملا. حملوا راية الدين إلى أرجاء الدنيا بالحكمة والموعظة الحسنة، فبلغوا رسالة ربهم أحسن ما يكون البلاغ، فاستحقوا أن يكونوا اصطفاء الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فعن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهم من استقوا منهج الإسلام من نبعه الصافي ولم يحيدوا عن طريقه المستقيم. ولقد حفلت حياتهم بالعديد من الصور المشرقة التي جسدت التطبيق العملي لصحيح الإسلام، منها الرحمة. فلقد درس النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه خلق الرحمة، ومن ذلك ما كان من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين رآه عيينة بن حصن يوما يقبل أحد أبنائه وقد وضعه في حجره، فقال عيينة: أتقبل وأنت أمير المؤمنين؟ لو كنت أمير المؤمنين ما قبلت لي ولدا. فقال عمر رضي الله عنه: فما أصنع إن كان الله نزع الرحمة من قلبك؟ إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي هذا الموقف تأسى سيدنا عمر رضي الله عنه بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم مع الأقرع بن حارس، حيث قبل النبي صلى الله عليه وسلم أمامه سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. كما كانوا رضوان الله عليهم أمثلة تحتذى في العفو والتسامح. ومن أرقى الصور وأعلاها ما كان من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه في عفوه عن مصطح بن أثاثة، فقد كان الصديق رضي الله عنه ينفق عليه لقرابته منه وفقره، وكان مصطح ممن تكلموا في حق السيدة عائشة رضي الله عنها، فلما أنزل الله عز وجل براءتها أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يمتنع عن الإنفاق على مصطح، فأنزل الله تعالى قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال
قلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. قال وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. وهذا الصحابي الجليل كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئي وحاجته، فقال صلى الله عليه وسلم لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قلت هو ذلك. قال فأعدني على نفسك بكثرة السجود. ومنها الإيثار والعفة، فلقد ضرب الأنصار أروع الأمثلة في الإيثار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال ألا يا رسول الله؟ فذهب إلى أهله فقال لامرأته ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذيه شيئا. قالت والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم قضى الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلان. فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفي موقف رائع يجمع بين الإيثار الذي كان عليه الأنصار رضي الله عنهم والعفة التي كان عليها المهاجرون رضي الله عنهم، يعرض سيدنا سعد بن الربيع رضي الله عنه على سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يناصفه مالا. فقابل سيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه ذلك بكل تعفف وطلب منه أن يدله على السوق، وتاجر واجتهد حتى صار من أغنى أغنياء المدينة. ومنها الرجوع للحق، لقد كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على الحق ولا يستكبرون على الرجوع إليه. فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كنت أضرب
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الله أكبر الله أكبر، وكانت لا غد، فنظروا فإذا عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فأرسل إليه معاوية رضي الله عنه فسأل فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أبدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإسلام، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أسوة طيبة في إعمار الدنيا بالدين، فقد كان لكل واحد منهم عمل يقوم به ويحسنه ويتقنه، فكان منهم التاجر والقائد وحامل العلم وغير ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي من أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها بكتاب الله أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وكانت لأعمال الصحابة رضي الله عنهم ثمراتها الطيبة، وكان صلى الله عليه وسلم يشجعهم ويذكر كل واحد بأحسن ما يذكر إكراما له ولعمله. ومن ذلك ما كان من سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم تبوك، حيث دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 1000 دينار، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما مر عثمان ما عمل بعد هذا أبدا. ومنها تحري الحلال ومراقبة الله تعالى في كل الأمور. ومن ذلك ما كان من سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه، حيث أمر خادمه أن يشتري له فرسا، فاشترى له فرسا ب300 درهم، وجاء به وبصاحبه ليدفع له الثمن، فقال جرير لصاحب الفرس فرسك خير من 300 درهم، أتبيعه ب400 درهم؟ قال ذاك إليك. قال فرسك خير من ذلك، أتبيعه ب500 درهم؟ ثم لم يزل يزيده 100 فـ100 إلى أن بلغ 800 درهم، فاشتراه بها. فقيل له في ذلك فقال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فكان كل واحد من الصحابة رضوان الله عليهم يعرف ما عليه فيؤديه ولا يتجاوز ما له. ولقد ولى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه القضاء، فمكث سيدنا عمر رضي الله عنه سنة لا يتقدم إليه أحد، وعندها طلب من الصديق رضي الله عنه إعفاءه من القضاء، فقال من مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ قال عمر رضي الله عنه لا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حاجة بي عند قوم
المؤمنين، عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه، وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه. أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه. إذا غاب أحدهم تفقدوه، وإذا مرض عالوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا أصيب عزوه وواسوه. دينهم النصيحة وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيما يختصمون ألا أحوجنا إلى العودة إلى أخلاق هذه النماذج الصالحة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتخلق لأخلاقهم وإظهار